كنشوفو معنا دابا جينا نسجو المنسج تبارك الله ديال الجمل كما كتشوفوا اللي بغى شي حاجه تخدميها له ياك كتخدم الغنايس كتخدم ايوا ها نتوما المتتبعين اللي بغى شي حاجه ها مالك كتهضر مع لستها وتخدم لكم كتخدم هذا السيد ديال الموزون نتوما شوفوا الطرزه ديالها غزالي هذا الشيء راه صعيب بحال اللي كتخدمي الطرز الفاسي زوين ديال الموزون هذا الشيء ديال الزربيه عاوتاني شوفوا هذا الشيء ديال المخاد الثاني غزال تبارك الله نسجو شويه ضروري غادي نكسو شويه نديرو انا وياك التحدي بسم الله ايوا انا ما نعرف مين دوز لهاد الشيء هذا غادي غنوريك بسم الله صافي صارت القسم على الجرده يا بسم الله كتعقدي تما جوج جوج كدير هكا يا وندير هكا هكا ولا كتشدي ثلاثه هكا انا بقى نشد غير جوج جوج تماره في هاد الشيء هذا ايوا راه كلشي تماره والفات دابا هي هاد الشيء وكتقطعي هذا فيه زيزوار هذا فيه الزيزوار هكا باش كتقطعي هذا الموس باش كيقطع هكا كتعقدي وتقطعي وتبارك الله عليهم صراحه راه شحال ما عطاهم بالفلوس هذا الشيء هذا راه قليل لان عرفتي صحاب شحال هادي صحاب الزمان راه ضاربين مساك انت مره ما شاء الله داك الشيء غزال تبارك الله قالك دابا هذا ديال الجمل الصوف ديال الجمل والصوف ديال الغنم صافي حتى كنعمرو المهم غنعمر حتى لهنايا وغندوز الخيط اللي كندوزو نوريك كي كيديروا الخيط بيناتهم اي كنت كنشوف انا الوالده شحال هادي وما كنجو ما والو تبارك الله هاد الحرفه هادي ديال زمان شتي الغنايسات اللي كتصايب داكشي زويون راه سولك قبيله حامي ورقينا طار غير متغرسين دي قديمين لا وبيتان بنتان وشحال ثقيله هذه وين ماي المندره هذيك المندره عاد تذكرتي سميه انا تنعرف هذا الشيء شو تبارك الله شحال ثقيله يديروا لها بحال لا تي انا غنوريكي كيديروا لها انا راه ما كنعرف زعما راه غير تنشوفو كلا شتهم في التلفازه وانا هذا هانتي هاكا كتزيدي واحدة هاكا الموسى حورية جديد الموسى كندوز جوج خيوط بيناتهم هاكا جوج الله يعطيك الصحه وخلاص مليكه ياك انا باقه عقله تبارك الله عليك صافي وكان تبارك الله ايوا صافي دابا وكنقطعو عاوتاني صافي وكنقطعو عاوتاني كنهزو المقص كنقطعو كيقطعي دابا شويه انت شوف واش انا ما نعرفش ما تعرفيش ما نعرفش انت ها اسيتي الزينه رسي واخا مانيتن غندير لك الكارطون كنقص باش يكون صافي وفاش كيحيدوه شوف كتشدي جوج لا شدي جوج اه جوج لا صافي شدي هذا ونعقد لا بلاتي وما نعرفش مين دوز اختي مالك على هذا الشيء من الفوق هانتي كي كان قلبي يا داك الكرتون راه نقص نوريهم عاوتاني كي كيديروا ناسي نشوف فاش هادو دابا فاش كان هذا فاش كنساليو قطعو هادو هذيك كنقادوهم كنقادو فاش كتجي الزواقه باينه كتجي الزواقه باينه كنقطعو بهذه الطريقه ما شاء الله هكاك وتبارك الله عليك اختي مالكه وصافي بارك الله فيك اختي حوريه المهم غير كنشوفو والدينا كيديرو هاد الشومات حنا ما درناش هاد الشيء مثلا صافي وكتجي الزواقه باينه كتجي الزواقه باينه كتحيدي هاد الشيء الله يعطيك الصحه وخلاص ونسجل المنسج والله الا تبارك الله عليها لوستك ما شاء الله عليها ودايرنا شي تصويره يا حميد من لهيه شدي انتيا هكا انتيا ديري وانا زعما غادي زعما هي الخانه
عليكم متتبعين ديالنا العزاز، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. متتبعين ديال اختي ملكة شهوة ام نسيمة، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ بداية الفيديو، اللهم صل وسلم على الحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم خلتني اختي ملكة قالت لي انت قدمي التحية للمتتبعين ديالي. التحية خليك وتبارك الله عليها، عندها داكشي زويون وجبتنا عند عجوزتها، قدمتنا هادشي هذا البلدي، وغادي نخليها لكم ان شاء الله بحول الله تعطيكم التحيه بالشلحه، وغتهضر معكم غير بالشلحه، انا بالعربيه وهي بالشلحه. السلام عليكم متتبعينينو، ميثنا موتي قال الحال، اتمنى خاتيرين بخير وعلى خير. وما كيتفرج مسا بدات غير المحوريه، ايوا اختي دغرا غير رسم غارتينو هان كلين داز نعجات يسير نعجات طبجه تاع مزوق نعجات تاع زراف البرمه المهراز فخبي كلشي لا تبارك الله يردنا في النزات كثير اما كتعلم ايوا ورقيم ويا ذا قديم شحال يا ذا ورقيم الا شحال يا وما وصا ورقيم ويا ايوا نتمنى اني خفف على قلوبكم. ما شاء الله تبارك الله عليها، صراحة عجبني هذا الشيء اختي ملكة، وهذا الشيء ديال التراث ما شاء الله غزال تبارك الله، وعجبني الحال ما عطيتي التحية بالشلحة ياك باش يعرفونا حنا بلا الشلح. لا حنا بلا الشلح. أييه تحية للشلح فين ما كانوا، ريافة سواسة الشلوح جبالة غرباوة صحراوة كاملين كاملين، تحية لكم كاملين وتبارك الله عليكم. ودابا اختي ملكة غادي نمشيو ياك؟ غادي نمشيو غادي نمشيو نمشيو اختي حورية، ايوا نقول لكم بسلامة عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، ونتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم. ربي يخليك اختي ملكة، وتانا كنقول للمتتبعين ديال اختي ملكة زيدوا شجعوها وزيدوا تبارك الله عندها ما تعطي، عندها الحلويات حادقة ما شاء الله فين ما رديتوها ما شاء الله، زيدوا شجعوها باش القناة ديالها تكبر وتوصل ومزيد من العطاء ان شاء الله بحول الله. نتمنى يشجعوني المتتبعين ديالي. لا غادي يشجعوك ان شاء الله، لا تبارك الله عليك، انت انسانة طيبة وانسانة خلوقة وكتخلي القلب واجينا مرة مرة عند عجوزتك مرة ان شاء الله مرة مرة نشوفوك هنا. شوفوني هنا ان شاء الله، شوفوك هنا ان شاء الله، تقدمي هادشي هذا البلدي وهادشي هذا الزويون ان شاء الله اختي حوريه ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا معنا اليوم قدمنا لكم كلشي بلدي 100% كما كتشوفوا معنا تبارك الله، الطبله بلديه، الطبق البلدي ديال العود، المهراز ديال العود، الرحا ديال الحجره اختي حوريه. الرحا كنا كانوا كيدير والديا كانوا كيديروا فيها الطحين كيديروا القمح على البقايه على البقايه وتيدوروا، دابا الثقيله ما قديتش ندور وكيدوروا كيخرج الطحين وكيديروا فيها الشعير وكيديروا فيها داك القشران باش كتبغي النفيسه تولد داك حرير القشران تنديروه حتى هو غير من هادي شحال هادي ما كانوا لما كنا والو غير هاد الرحا هادي كيديروا كلشي وهادي تيطيبوا فيها كيطيبوا فيها الكسكسو وكاين عندها ديال الطين في دابا ما لقاتوش لوستي كاين عندها كنديروا عليها هذا ديال الكسكسو وخلات كما كتشوفوا الخابيه صراحه خصنا حنا نوليو بلديين دابا خصنا نلبسوا لباس بلدي شي نهار شي نهار ان شاء الله ان شاء الله ندير لك ليبرات بلديين واللويزات وكلشي كانت السبليه كانت شي تبارك الله ودابا هادي شي يقولوا لها هادي هادي الزربيه ديال الزربيه والطبله والرحا وهادي ديال الخشب سميتها كيقولوا لها تزرافت كنقولوا لها تزرافت وهادي سميتها اسم الزبرمه تخابي تخابي وهذا المهراز مهراز تاتي سيرت هايدك هذا الطبجه واه هاي ايوا كان الكنيس ميخت من الوالدين نخايا كانت كديك سار الرجاله خزاد نار خزاد كلشي جات الزاد ديك الزاد الزميطه الصفوف كيديروها هنا نيت كلشي كانوا كيديروه هنايا تبارك الله باش ربونا يسخص منيت وخا من نخايا تبارك الله ما شاء الله ورقيم ولا قديم وتا الا غسيل جديد غاس الفريز غاس البطونه صافي غاس الماكله كلشي بالبطونه كلشي بالبطونه وبقاش داكشي القديم وتقول وتقول تبارك الله هاد التراث راه ما كاينش بحالها وقلت علاش لا العائله ديال الزوج ديال اختي ملكه الله يخلي لهم صحيحتهم الوالده ديالو الله يطول عمرها والاخت ديالو تبارك الله اللي كتنسج هذا الشيء ديال الزرابي هي اللي صراحه جمعتنا الشيء ديال التراث وحطته لنا باش نوصل لكم واحد الصوره وتشوفوا حتى نتوما هذا الشيء هذا ديال
ديال الشيء القديم, القديم البلدي ديال الشلوح تبارك الله ما شاء الله يا شحال شحال هذه اللي تعاقدناه وصراحه واحد الجو زويون في هذه الجلسه هذه الجو زويون زويون بزاف كاع حنا غير الزرع دابا نقيو الزرع غير الزرع نقيو ونقليو ونقليو صافي الجلسه تبارك الله 100% ما شاء الله والمتتبعين ديالنا شاركناكم اليوم هذا الشيء كامل اللي درناه في هذا الجو في الباديه والطبيعه وشاركنا معكم بزاف ديال الحاجات واستمتعنا معكم بهذا الجو اللي هو زويون تبارك الله عليكم نتمنى هذا الفيديو هذا يوصل لاكثر عدد من اللايكات والناس ديال البلاد زمان شحال هذه اللي صراحه كيتوحشوا هذا الشيء هذا هما اللي غادي يعرفوا القيمه ديال هذا الشيء هذا وغادي يرجعوا الذكريات ديال ايام زمان صافي تحوريا اللي كيقلبوا دابا على هذا الشيء تيقلبوا بزاف كاينين المتتبعين اللي كيقولوا لي ورينا هذا الشيء تيقلبوا عليه وافتقدوه الناس افتقدوها هذا الشيء المالي داري انا ما تلقاش راه عندها كوسي باقي مخبعه سبحان الله تبارك الله عليها باقي مخبعه تبارك الله عليها وما بقىنا الا نودعكم لا مازال غتحبي الذكرى اي غنرح معكم في الباديه هنا الى الاعجاب ديالكم وشنو نقول لهم اختي مالكه ايوا السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله ان شاء الله